السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل: قرار جديد من المحكمة الاتحادية يخص المكونات الأيزيدي والشبكي والكرد الفيليين لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الأيزيدي والشبكي والكرد الفيليين. المحكمة الاتحادية العليا تقرر الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي.